يقول نرجو كلمة لمن ينتقصون العلماء ويتكلمون في ماذا نقول يا إخوة؟ يعني أظن أن الإعراض عن ذكر هؤلاء أولى، والإقبال على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع. وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأظن أن كل من يتكلمون في الأعراض سيحاكمون يوم القيامة، سيحاكمون، قد يكونوا محقين وقد يكونوا مبطلين. فكثير منهم أحيانا لا يعرف الشخص الذي تكلم فيه ولم يقابله مرة في حياته. يعني مثلا زيد يطعن في عمرو، تسأله بعد مدة: أنت تعرف عمرو الذي طعنت فيه؟ قالك: لا ما أعرف. طيب أنت ستسأل بين يدي الله عن طعنك، هل سمعته يقول أم وجدت قوما يقولون قولا فقلت مثله؟ يقول: سمعت القوم يقولون قولا فقلت مثله. فأذكرهم بأنهم سيقفون للمحاكمة بين يدي الله سبحانه، سيقفون للمحاكمة بين يدي الله، فكل يرتب لهذا. نعم.